قومي طيب. مش قادرة أغيظ عليها. استحملي. في إيه؟ اقعدي. اقعدي. يعني. أيوه. مش قادرة مش قادرة أرفع رجلي مش قادرة. شكرا قوي. يا يلا محمد. مش قادرة مش قادرة. محمد. هات كوباية مية بسرعة. كوباية مية بسرعة. رجلي رجلي رجلي. مش قادرة رجلي وجعاني قوي. فين؟ هنا هنا هنا. هنا؟ دي وجعاني قوي. طب أهي أهي. هات يا محمد. مش أنا شوف تاني هنا والشيخ كتر خيرك خد يا محمد اتفضل يا رجلي مش عارفه اتكعبلت ولا ايه طب هقول لك على حاجه ايه قومي كده نجرب تدوس عليها مش عارفه ممكن توجعني نزلي نزليها بس ايوه 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 تعالي بقى ايوه ايوه كويس قوي 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 لا لا مش قادره طب بس رجلي بس رجلي بس وجعتني قوي بس بس الف سلامة الله يسلمك الف سلامة عليك الف سلامة عليك خدي بالك بس اربعة لإيه؟ ما تاخد لك كام؟ كده ولا كده؟ شكلك مش ناوي تجيبها لبر يا سلام وهو إيه برك يالا؟ إيه برك يمكن أرسى عليه؟ صعب عليك ما تعرفش بعيد عن شنبك أتعلم روح المدرسة أروح قال بعد ما شاب ودوك التاب إيه إيه هتهب عليا ولا إيه؟ جرابت ما في إيه؟ حط عينك على حد تاني ولا ايه؟ ما تتسبح وتقول يا صبح يا صبح ولا انتي لما شفتي البهوات عقلك اتلحس اتلحس عقلك يا بعيد يا عرة الرجالة الوط يا ناقص ايه ده العرة الرجالة؟ ايه تعالى في ايه يا بنت تعالى؟ ايه ولا ايه يا رحم؟ ايه يا بنت؟ جرايه دي حسن في ايه؟ انت بتشوط في الواد ده يا اخي يا عم خليه يفوق بقى خليه يعرف ان جليله واختها دلوقتي كلاب فلوس زي بالظبط
ايه ده؟ الحق الحق باشا. طب قول لي يا باشا. اتفضل يا باشا. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. شرب حاجه ولا اي حاجه؟ تقول لي ايه الفرش اللي عندكم في الحاره؟ وفي فرح ولا ايه؟ ده فرح ناس كمل قوي بصراحه، لسه كنا بنشكر فيهم من شويه. طيب كويس. انتوا وراكم ايه بكره؟ ولا حاجه باشا. طيب بكره الساعه 10 الاقيكم في العنوان ده، ما تتاخروش. في ايه بقى؟ قلبت بجد. طب صدق والامن بالله، مراد ده مش راجل، لانه لو راجل ما كانش جابك ودحلبك وحطني قدامك علشان يقول لك انت مش هتقدر تعمل حاجه، كان واقف قصادك كده، ولولا شويه الغجر اللي كانوا واقفين معاه دول والمصحف ما كان يقدر يعمل ده ولا نصه حتى. ده بيخاف منك. فكها بقى يا حسني بقى. جري يا حسني، انت هتعيط ولا ايه؟ كسرني يا ليلى، حسس ان انا ماليش لازمه، ان هو ممكن فعلا يدوس عليها بجزمته زي ما قال. فشل. ده انت سيده وسيد سيده كمان. ده انا كنت مطمنه بس عشان انت جنبي، والعلم ده كان تمام ولا يستجري كان يعمل حاجه اكتر من اللي عمله عشان انت موجود وكان خايف منك. انت طيبه قوي يا ليلى. وانت جدع يا حسني، وراجل وسيد الرجاله كمان، وكبرت في نظر. ولعلمك بقى، هو النهارده قوي بفلوسه، وانت بكره هتبقى اقوى منه باليوم مره عشان هيبقى معاك فلوس اكتر منه. اتفضل.